اهلا بحضراتكم مره تانية. في الحقيقه امبارح استوقفني تصريح لاعيبه كره السله في النادي الاهلي واحد ابرز لاعبات كره السله في النادي سوريا محمد، لما اتكلمت وقالت ايه زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشه، قالت ان الزمالك عرض عليا اضعاف الاهلي ولكني فضلت التجديد دون تفكير. تقول لك ايه يعني الزمالك قدم لها عرض اضعاف اللي بتاخده في النادي الاهلي، لكن هي فضلت التجديد مع الاهلي دون تفكير رغم ان عقدها كان انتهى. فانا شايف يا جماعه ان الحاجات اللي زي دي هي اللي لازم نقف عندها ولازم ان احنا نتكلم عنها. ما تتكلمش خالص عن اي حد خد قرارات، له كل الاحترام والحريه في اتخاذ قراراته. لاعبات كره الطايره في النادي الاهلي راحوا نادي الزمالك، نتمنى لهم يا رب كل التوفيق، مفيش اي مشكله خالص يعني. حقهم عقدهم انتهى، نادي الزمالك قدم لهم عرض، الزمالك حقه انه يقدم عرض تمام، لان هو بيتفاوض مع لاعب عقده انتهى مع نادي. ركز في الكلمه دي عشان هحتاجها بعد كده. هو ناس عقودهم انتهت في اي نادي مش الزمالك بس، اي نادي ليه الحق ان هو يتفاوض مع اللاعبات دول. اللاعبات دول وافقوا ان هم يروحوا نادي الزمالك، ربنا يا رب يكرمهم ويوفقهم وكل حاجه، مفيش اي مشكله خالص، لكن مش محتاجين مننا تركيز وحديث كتير جدا عنهم وايه اللي انتوا عملتوه مش ايه اللي انتوا عملتوه. لا لا، اللي بيخرج بره الاهلي هو اللي بيخسر. نادي الزمالك نادي كبير وكل حاجه تمام، ما فيش اي مشكله في الجزئيه دي، لكن في ناس كتير ما بتبقاش عارفه قيمه المكان اللي هي فيه غير لما بتطلع بره. لما بتطلع بره بقى بتعرف قيمه المكان ده، لكن هم مصيرهم هيجي يوم من الايام يبطلوا ويعرفوا ان قرارهم كان غلط. ومع ذلك احنا بنتمنى لهم يا رب كل التوفيق، حريه مطلقه، محدش عارف ظروف كل واحد ايه، ربنا يوفقهم ويكرمهم وكل حاجه. لكن سوريا لا، بتقول لنا لسه في انتماء، بتقول لنا لسه في حب وتضحيه عشان مكان انا بحبه، عشان مكان بيقدرني. ممكن ما يكونش التقدير المادي اللي في وجهة نظر البعض مش كبير، لكن في تقدير معنوي وفي تقدير ايضا مادي طبقا لحدود النادي. وحدود النادي دي بتبقى ايه؟ تبقى بدايه تحقيق الالقاب بالمناسبه. يعني انت ممكن تقعد تدفع فلوس للاعبات او لاعبين لمجرد انك تديهم فلوس كتير، فبتعلي سقف الرواتب، فتعمل فوضى في الفرقه، لان يعني ممكن البعض يكون بياخد راتب اقل من كده بكتير، فتلاقي الامور ايه يعني فرطت منك، الدنيا باظت. فالاهلي عنده سياسه، في ناس بتقدر السياسه دي، بتقدر النادي ده وقيمته، اهلا وسهلا بيهم، انتوا على راسنا من فوق. الناس اللي ليها اتجاهات تانية اهلا وسهلا بيهم، ربنا يوفقكم يا رب في المكان اللي انتوا بتروحوه. لكن لازم نشيد بتصريح سوريا محمد لاعبه كره السله في النادي الاهلي، وهي واحده من اللاعبات المميزين جدا، انا نفسي اتفرجت عليها يعني كتير. طيب تعالوا نشوف بقى في ترند الاهلي واخر الاخبار والتفاصيل المهمه بتتعلق بالنادي. نبتدي بسبورت 360 وحسام على تويتر واللي قالوا 7 نهائيات 5 ألقاب، في رايك ما هي نسبه نجاح موسيماني مع الاهلي حتى الان؟ انا بشوف نسبه نجاح موسيماني مع الاهلي في وجهه نظر انا مثلا يعني 85-90% بدون مبالغه. ليه؟ لأن هو حقق عدد كبير جدا من الألقاب في وقت قصير، وفي نفس الوقت ممكن يكون في أخطاء، وممكن يكون مش كل قراراته صح في الماتشات وكلام من ده، الأداء مش بيعجب ناس كتير، مفيش مشكلة، الناتج إيه هو الأهم، دي وجهة نظري، ممكن حد يختلف معايا بس مفيش مشكلة خالص. فبالتالي الراجل قدر ان هو يفوز بدوري ابطال افريقيا مرتين، وهم هنا يعني بيعرضوا سجل نهائيات بيتسو موسيماني. مع الزمالك كسب 2-1 في نهائي القرن، مع كايزر تشيفز 3-0 في نهائي النسخة اللي قبل اللي خلصت دي، ومع نهضة بركان في السوبر 2-0، ومع الرجاء ضربات الجزاء الترجيحية فاز في السوبر، وبعد كده مع طلائع الجيش فاز، وبعد كده خسر من طلائع الجيش في كأس السوبر المصري، وبعد كده خسر من الوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا بظروف كلنا عارفينها. تعالوا نروح للكابتن عصام عبد الفتاح بيقول إيه؟ ده من خلال كوره بلس وحسام على تويتر، قال ان احنا خطبنا 5 دول الكبار من اجل طاقم حكام القمه بين الاهلي والزمالك، نتمنى ان يكون في حكام جيدين مش حكام لمجرد ان انا بقى جبت حكم اجنبي يعني وما يبقاش في فرق يعني، فنشوف الدنيا ايه. يلا كوره حسام على تويتر بيقول مصدر بالاهلي قال يلا كوره ان موسيماني لديه قناعه تامه، ودي حقيقه والله يا جماعه،
يعني انا شفت الكلام ده بعيني، هو الراجل فعلا مقتنع بمحمد محمود. تمام. بمستوى محمد محمود، واوصى بالتجديد للاعب، والخلاف الذي نشب بينهما عقب مباراه وفاق ستيف لم يغير وجهه نظر المدرب في اللاعب، وفعلا اللاعب لاعب مميز. واي يعني اي امور اي امور زي دي يعني وارد حدوثها في كره القدم. طيب خليني اقول لحضراتكم خبر عاجل، ان رافائيل نادال طبعا فاز ببطوله لوران جاروس للمره ال 14 في تاريخه على حساب كاسبر رود. طبعا نجم كبير جدا نادال، يعني واحد من يعني ايه اساطير لعبه التنس الارضي. فده خبر عاجل سريع قلنا نقوله لحضراتكم، ودي جزئيه كمان محمد محمود. وان شاء الله باذن الله بينتظروا مستقبل كبير جدا مع النادي الاهلي بعد ما جدد عقده لمده 4 سنوات اضافيه على السنه المتبقيه، فبالتالي 5 سنين جايين لمحمد محمود مع الاهلي ان شاء الله مزيد من التالق، ويعوض كل اللي فاتوا بسبب الاصابات خلال الفتره اللي فاتت. هنروح لفاصل سريع، بعد الفاصل هنرجع نكمل فقرات الحلقه، فاستنونا يلا بينا.